بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هنتكلم عن كود requirements for tie beams that resist to seismic according to Egyptian code. هنتكلم عن اشتراطات الكود المصري فيما يخص بالتاي بيمز اللي هي الشدادات او السملات، واللي هي بتكون جزء من النظام الانشائي المقاوم للزلازل. في بعض الأحوال بيكون الدريفت أنصيف، فبالتالي لما بنمثل السيميلات في الإتابس موديل بنلاقي إن هي حسنت البيهيفير، وبالتالي ممكن تسيف الدريفت، وكمان بيكون ليها تأثير إيجابي على مسافة الفاصل الزلزالي. طيب لو دلوقتي السيميلات اوريدي بتقاوم جزء أساسي من النظام الإنشائي المقاوم للزلازل، فالموضوعنا إن شاء الله النهاردة هنتعرف على اشتراطات الكود في ما يخص هذا الامر. بالنسبه للتيبيكال الديتيل اللي احنا شايفينها قدامنا، دي تيبيكال ديتيل وظاهر قدامنا القواعد اهيت بالمنظر ده اللي هو الخطوط الهيدن، تمام كده. دي ابعاد القواعد المسلحه، وفي سملات او تاي بيمز رابطه الاساسات ببعضها. طيب ايه بقى الاشتراطات اللي هي، هل في اشتراطات معينه بيشترطها الكود المصري بخصوص حديد التسليح وبخصوص ابعاد او فيما يخص الويتس اوف تاي بيم، عرض الشداد؟ طيب برضو بالنسبه لي ده تيبيكال كروس سيكشن، برضو اللي زي ما قلنا البي ده، هل البي ده ليه ليميت معين اللي هو عرض السمل؟ الكود المصري بيشترط ان هو يكون ليه عرض مينيمم معين ولا لا؟ بالنسبة للكود المصري بند 6752 اللي هو البند اللي هو بيخص الميدات والبلاطات المرتكزة على التربة، بنلاحظ انه الكود المصري بينص على انه بيتم تصميم المياد على اساس انها جزء من العناصر الانشائية المقاومة للاحمال الجانبية الناتجة عن الزلازل، تمام. وهنا بنلاحظ انه الكود بيقول انه يجب ان يمتد صلب التسليح على كامل طول الميدة، مع ضرورة أن يمتد إلى مسافة بعد محور العمود لا تقل عن طول التماسك. ده معناه إيه؟ معناه أنه في بعض الأحيان ممكن نشوف أنه في بعض التفاصيل الإنشائية أو في تفاصيل الوركشوب دروينج أنه حديد التسليح ممكن نلاقيه داخل LD بس جوه القاعدة المسلحة، وممكن تكون أبعاد القاعدة كبيرة، فبالتالي حديد التسليح نفسه ما كملش بعد العمود LD، لا، احنا في الحاله دي طبعا ده مش هيكون موفي اشتراطات الكود. يبقى اشتراط الكود انه بعد سنتر لاين العمود، تمام، حديد التسليح بعد سنتر لاين العمود مينيمم الاكستنشن بتاع السيخ ما يقلش عن ال دي، تمام. طيب في برضو شرط تاني اللي هو انه ما يقلش البعد الاصغر للميتا عن 1/20 الكلير سبان دايب. ده معناه ايه؟ معناه انه لو انا عندي البحر ده، بحر السميل الكلير تمام كده، وليكن مثلا 6 متر، تمام كده. 6 متر دي لما بقسمها على 20 فبتطلع 30 سنتي، ففي الحالة دي يعني ما يكونش عرض السميل مثلا 20، او ما يكونش عرض السميل 25، لا انا خلي عرض السميل المينيموم 30 سنتي. وده كمان ليه علاقة باللوكال باكلينج، لأنه الكود هنا كمان قال ولا يلزم أن يزيد على 450 ملي بشرط أن تفي بحد النحافة المذكور اللي هو السلندرنس ريشيو، وده اللي هو موضوع اللوكال باكلينج، وده احنا كنا اتكلمنا عنه باستفاضة يعني في فيديو سابق. يبقى إذا بالنسبة للتاي بيمز عامة احنا بنأكد على نقطتين مهمين جدا. أول حاجة ان هو بيجب ان يمتد صلب التسليح على كامل طول الميدة، مع ضرورة ان يمتد الى مسافة بعد سنتر لاين للعمود ما تقلش عن LD. والموضوع الثاني انه المينيمم ويدث للتاي بيمز ما يقلش عن L على 20 اللي هو ال اللي هي مقصود بها الكلير سبان.